أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة من جديد مع الامتحان الخامس من أسئلة بنك المعرفة اللغة الإنجليزية النظام الجديد. هنبدأ نحل التيست ونعرف النتيجة في الآخر. ما تنساش تشترك في القناة وتعلق تفعل الجرس وتقول لزمايلك. نبدأ نحل. ودلوقتي تعالى نعرف النتيجة زي الامتحانات قبل كده. ما تنساش تتفرج على 4 فيديوهات قبل كده عشان تستفاد تاخدهم بالتدريج. دلوقتي نعرف النتيجة. اهي النتيجة 20 من 20، مفيش ولا غلطة. تابع بقية الفيديوهات على القناة من الفيديو الأول للرابع، هحط لك الروابط بتاعتهم تحت الفيديو. إلى لقاء في فيديو آخر إن شاء الله.